بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هنستكمل المحاضرة الثالثة من محاضرات شابتر الإبيسيليا. اتكلمنا في المحاضرتين اللي فاتوا بشكل عام على الجنرال كاركترز أوف ذا إبيثيليوم. بعد كده بدأنا إن إحنا نقول إن في عندنا تايبس أوف ذا إبيثيليوم، عندنا السيرفيس إبيثيليوم أو اسمه الممبرين إبيثيليوم، وعندنا تاني حاجة الجلاندولار إبيثيليوم، تالت حاجة النيورو إبيثيليوم، رابع حاجة المايو ابيثيليوم. اتكلمنا في المحاضرتين اللي فاتوا شرح تفصيلي عن السيرفيس ابيثيليوم، وعرفنا ان السيمبل السيرفيس ابيثيليوم عندنا منه نوعين، عندنا منه سيمبل ابيثيليوم وعندنا منه نوع اسمه ستراتيفايد ابيثيليوم. النهارده ان شاء الله هنستكمل تاني نوع هو الجلاندرال ابيثيليوم او الابيثيليوم الغدي. يبقى اسمه الايه؟ الجلاندولار ايبيثيليوم او الايبيثيليوم الغدي. طيب ايه هو ديفينيشن اوف ذا جلاندولار ايبيثيليوم؟ ايه هو تعريف الايبيثيليوم الغدي ده؟ فبقول هو تايب اوف ايبيثيليوم، يعني نوع من انواع الايبيثيليوم. طيب ايه اللي حصل له؟ ده كان نوع من انواع الايبيثيليوم، حصل له ايه؟ قال لك which modifies to act as a gland، يعني حصل له موديفيكيشن، يعني تحورات. حصل له ايه؟ حصل له تحورات لكي يعمل كايه؟ كغده. تو اكت از جلاند، يعني كي يعمل كايه؟ كغده. يبقى تعالى كده بنقول ان الجلاندولار ايبيثيليوم ده كان ايه؟ كان تايب اوف ايبيثيليوم، يعني نوع من انواع الايبيثيليوم. وتش موديفايز، يعني بيحصل له تحورات وتعديلات لكي يعمل كايه؟ لكي يعمل تو اكت از جلاند، لكي يعمل كغده. تمام، ده الجلاندولار ايبيثيليوم. طيب قال لك والله احنا لو جينا نشوف اي جلاندز في اي حيوان احنا هنشوفها او اي انسان، هنبدا نفتح مثلا الجسم ده ونشوف التشريح بتاعه، قال لك هلاقي 3 تايبس اوف جلاندز، يعني 3 انواع من الجلاندز بس. طيب ايه هم؟ قال لك تعالى اما نعرف الثلاث انواع دولت ايه هم. طيب قال لك والله احنا ممكن نصنف الجلاندز ديت according to presence or absence of ducts، يعني على حسب الجلاندز ديت لديها قنوات او ما لهاش قنوات. طيب فقال لك والله اول نوع اسمه exocrine gland، يعني غدد قنويه. غدد ايه؟ غدد قنويه اسمها exocrine glands. exocrine glands يعني غدد ايه؟ غدد قنويه. طيب قال لك الغدد القنويه ديت او الاكزوكراين جلاند بتتكون من حاجتين، أول حاجة اسمه سيكريتوري بورشن، وتاني جزء اسمه داكت بورشن. طيب تعالى أما نشوف الجزئية ديت بالنسبة للسيكريتوري بورشن. تعالى عارف الحاجة اللي أنا هشاور لك عليها بالأحمر ده، اللي أنا بشاور عليه بالأحمر في الصورة دي، ده اللي اسمه السيكريتوري بورشن، الجزء المفرز. تمام. طيب اللي انا هعلم لك عليه باللون البنفسجي ده اسمه الداكت بورشن او الجزء الناقل. يبقى انا عندي الاكزوكراين جلاندز بتتكون من جزئين، اول حاجه سكريتوري بورشن جزء مفرز، ثاني حاجه داكت بورشن. طيب الاكزوكراين جلاندز كنت بتقول عليها ان هي غدد ايه؟ غدد قنويه. طيب اذا بقول ان الاكزوكراين جلاندز ار جلاندز ذات هاف داكت سيستم، يعني لديها قنوات. يبقى الاكزوكراين جلاندز ار جلاندز ذات هاف ايه؟ ا داكت سيستم، يعني لديها قنوات. طيب القنوات ديت موجوده ليه؟ قال لك تو كونفي ذير سكريتوري برودكتس تو ذا سايت اوف يوتيلايزيشن، يعني علشان انقل المواد الذي سيتم افرازها to the site of utilization، الى اماكن استخدامها. على سبيل المثال انا عايز مثلا استخدم المكان ده، يعني عايز المادة اللي انا هفرزها من هنا هتستخدم في المكان ده. طيب ايه اللي هيوصلها للمكان ده؟ الدكت سيستم، هو هيمشي هنا كده. تمام. يبقى انا عندي الاكزوكراين جلاندز او الغدد القنويه، الغدد الايه؟ الغدد القنويه، تتكون من جزئين، سكريتوري بورشن وداكت بورشن. سكريتوري بورشن يعني جزء مفرز، داكت بورشن يعني جزء ايه؟ جزء ناقل. طيب وقلنا الاكزوكراين جلاندز ديت غدد لديها قنوات. طيب ما هو المثال على الاكزوكراين جلاندز؟ قال لك المثال على الاكزوكراين جلاندز هي السليفري جلاندز او الغدد
اللعابية، الغدد الايه؟ اللعابية اللي بتبقى موجودة في الفم عشان نفرز اللعاب، تمام. يبقى الاكسوكراين جلانس اللي هي الغدد الايه؟ القنوية. من امثلتها السليبري جلاند، يجي يقول لك ويتش اوف ذيم از ان اكسوكراين جلاند، يعني اي مما يعتبر غدة ذات قناة. يوم جاي حاطط لك الباراثايرويد جلاند او الثايرويد جلاند، ويوم جاي حاطط لك معاها السليبري جلاند، يقوم جاي حاطط لك معاه البيتيوتري جلاند، فانت هتختار طبعا السليفري جلاند، تمام، لان السليفري جلاند هي من الغدد الايه؟ الغدد القرنيه. طيب تاني نوع هو الاندوكراين جلاند او الغدد الغير قنويه، الغدد الايه؟ الغدد الغير قنويه. غدد غير قنويه يعني ما عندهاش قنوات، تمام. انما الاكزوكراين جلاند كنا بنقول هاف ايه؟ هاف اداكت سيستم. يبقى الاندوكراين جلاند، اندوكراين جلاندز هي الغدد الغير قنويه، فبقول عليها دي دونت هاف اداكت سيستم، لا يوجد لديها قنوات، بقول عليها داكتلس يعني غير قنويه. يبقى يجي يقول لك ويتش اوف ذيم از اداكتلس جلاند، تمام. فطبعا هنعرف الامثله بتاعتها كمان شويه، بس تكون عارف ان الاندوكراين جلاند لها اسم تاني اللي هو داكتلس يعني غير قنويه، تمام. تمام. طيب الاندوكراين جلاند دي هتفرز ليه؟ قال لك the secretory product of the endocrine gland اللي هي الغدد الغير قنويه، السكريتوري برودكت او المواد التي يتم افرازها اسمها هرمونز، اللي هي الهرمونات. طبعا خدت شابتر كامل في ثالثه ثانوي عن الهرمونات. طيب الهرمونات ديت، انا دلوقتي الماده ديت انتجت لي هرمونات، طيب المفروض ان الهرمونات ديت هيبقى لها مكان تاثر عليه، طيب الهرمونات ديت هتتنقل ازاي؟ قال لك الهرمونات reaches the site of the utilization through blood، يعني بتتنقل للأماكن اللي هتروح تشتغل عليها بالإيه؟ بالبلد أو الدم، تمام؟ يبقى أهو زي ما أنت شايف أهو في الصورة ديت، أدي endocrine cell أهو، endocrine cell دي، كل دي endocrine cell. الإندوكراين سيل ديت بيتخللها حاجات حمراء كده اهي، تعالى كده اما نشوف اهو، الاندوكراين سيل بيتخللها حاجات حمراء. ايه هي الحاجات الحمراء ديت؟ الحاجات الحمراء ديت اللي هي البلاد فيسل او البلاد كابيلاريز. ليه؟ علشان تنقل الهرمونات للاماكن التي سيتم استخدامها. طيب يبقى الغدد القنويه كنا بنستخدم القنوات علشان تنقل المواد للاماكن التي سيتم استخدامها فيها. طيب الاندوكراين جلاند او الغدد بقى اللي ما عندهاش قنوات، يقوم جاي ربنا سبحانه وتعالى من حكمته يقول لك ان احنا هنخلق لها او هنخلي فيها بلاد فيسل او اوعيه دمويه. الاوعيه الدمويه ديت وظيفتها ان هي تنقل الايه؟ تنقل الهرمونات اللي هي الهرمونز تو ذا سايت اوف يوتيلايزيشن، الى اماكن استخدامها. طيب ايه هي الامثله على الغدد الايه؟ الغدد الغير قنويه. قال لك عندي مثال اللي هو البيتيوتري جلاند اللي هي الغده النخاميه. يبقى انا عندي البيتيوتري ايه؟ البيتيوتري جلاند اللي هي الغده النخاميه. طيب وتاني حاجه عندي الثايرويد جلاند اللي هي الغده الدرقيه، وطبعا انت خدت الكلام ده في ثالث ثانوي. يبقى انا عندي امثله الاندوكراين جلاند، بيتيوتري جلاند اللي هي الغده النخاميه، والثايرويد جلاند اللي هي الغده الايه؟ الغده الدرقيه. طيب ثالث نوع من انواع الجلاندس اسمها ميكسد جلاندس. يعني ايه ميكسد جلاند؟ يعني خلطه. نعم، يعني ايه؟ يعني خلطة. بقول كنت بسميها كده نص قنوي ونص غير قنوي، كنت بقول عليها ايه؟ نص قنوي ونص غير قنوي. فبقول على الميكس جلاند فورمد اوف تو بارتس، تتكون من جزئين. اول جزء اللي هو الاكزوكراين بارت اللي هو الجزء القنوي، وتاني جزء اللي هو الاندوكراين بارت اللي هو الجزء الايه؟ الجزء الايه؟ الغير قنوي.
يبقى انا عندي الاكزوكراين بارت القنوي والاندوكراين بارت اللي هو الايه الغير قنوي. طيب ديت بالنسبه للميكسد جلاند. الاكزوكراين بارت طبعا لديه قنوات، انما الاندوكراين بارت ما لهوش قنوات. تعالى كده اما نشوف الكلام ده في الصور. زي ما انت شايف ادي البنكرياس اهو. طيب نقول مثال ان المثال على الميكس جلاندس هو البنكرياس، تمام. تعالى اما نشوف ده البنكرياس اهو، ده البنكرياس عموما. طيب البنكرياس ده لو اللي انا بشاور عليه ده الايه، ده الجزء القنوي، ده الاكزوكراين. طيب اهو وديت الضغط بتاع الاكزوكراين. طيب تعالى اما نشوف الجزء الغير قنوي او الاندوكراين، ده الجزء الغير قنوي او الاندوكراين، تمام. طيب الجزء الاندوكراين ده اللي انا بعمل عليه بالاحمر ده هينقل الهرمونات بتاعته فين، او هرمونه الانسولين فين؟ في البلاد، ما البلاد اهو. يبقى ديت هتنقل فين؟ هتنقل هنا، واللي هي لانجر هانز ايسلاند اللي هي جزر لانجر هانز هتنقل فيه قدام، تمام. يبقى ده بالنسبه للميكسد جلانس. يبقى انت تعرف ان اول حاجه الاكزوكراين جلانس هي غدد قنويه، مثال عليها يعني غدد قنويه تتكون من جزئين، جزء اسمه سكريتوري بورشن وجزء اسمه ايه، وجزء اسمه داكت بورشن. طيب بالنسبه للسكريتوري بورشن او ايه هو المثال على الاكزوكراين جلانس، هو السليفري جلاند. طيب عندي تاني نوع اللي هو الاندوكراين جلاند. يبقى ده الاكسوكراين جلاند. الاكسوكراين جلاند يتكون من سكريتوري بورشن وداكت بورشن. طيب السكريتوري بورشن والداكت بورشن، طيب المثال عليها اللي هو السليفري جلاند. طب الاندوكراين جلاند، الاندوكراين جلاند ده بقول عليه اللي هو نوع داكتلس، يعني ما عندوش قنوات. طيب بيفرز الهرمونات بتاعته فين؟ بيفرز الهرمونات بتاعته في البلاد او الدم. طيب عندي ثالث نوع اللي هو الميكسد جلاند، اللي هو الايه الميكسد جلاند اللي هي الغدد الخلطه، بسميها الغدد الخلطه، بتتكون من نص قنوي نص اكزوكراين ونص اندوكراين، مثال عليها البنكرياس. طيب احنا بقى في السنه الاولى عموما او الترم الاولاني ملاش اي علاقه ولا بالاندوكراين جلاند اللي هي الغدد الصماء ولا بالميكس جلاندز. طيب امال هندرس ايه؟ كل دراستنا على الاكزوكراين جلاندز او الغدد الايه القنويه، الغدد الايه الغدد القنويه. يبقى احنا كل دراستنا دلوقتي هتتركز بقى على الاكزوكراين جلاند اللي هي بتتكون من ايه، من جزء مفرز وجزء ناقل. جزء مفرز اسمه سكريتوري بورشن وجزء ناقل اسمه داكت بورشن. طيب تعالى بقى واحده واحده. قال لك والله الكلاسيفيكيشن اوف اكزوكراين جلاند، نعم كلاسيفيكيشن اوف اكزوكراين جلاندز، هنقسمها الاكزوكراين جلاندز او الغدد القنويه ديت على حسب ايه؟ قال لك والله ده ليها تقسيمات كتيره جدا، ده احنا هنقعد نقول ولا يجي ست تقسيمات للايه؟ للاكزوكراين جلاندز. قال لك اول تقسيمه according to number of cell forming glands، يعني عدد الخلايا المكونه للغده. عدد الخلايا المكونه للغده، ما انا عارف ان الخلايا الغده بتتكون من ايه، من كذا خليه. قال لك تعالى بقى ما نشوف ايه هو التقسيمه ديت او ايه هي التقسيمه ديت. طيب قال لك والله انا عندي لما نيجي نقسم الاكزوكراين جلاندز على حسب عدد الخلايا المكونه للغده هقسمها لنوعين. اول نوع اسمه يوني سيلولار جلاندز. يعني ايه يوني سيلولار جلاندز؟ يعني غدد تتكون من جزء او عفوا من خلية واحدة فقط. يبقى اليوني سيلولار جلاندس هي عبارة عن غدد تتكون من خلية واحدة فقط. نعم انا عمري ما شفت ايه، عمري ما شفت غدة بتفرز مواد بتتكون من خلية واحدة فقط. قال لك بقى تعالى اما تعرف بقى ايه هي الغدة اللي بتتكون من خلية واحدة فقط. قال لك اليوني سيلولار جلانس هي consists of single secretory cell، يعني خلية واحدة مفرزة.
ان انان سكريتوري ايبيثيليا، والايبيثيليوم كله مش مفرز، ولكن الخليه ديت الوحيده هي اللي بتبقى مفرزه. طيب ايه المثال عليها؟ مثال عليها الجوبلت سيل. نعم الجوبلت سيل ده مش انت خدتها في النوع اللي هو سودو ستراتيفايد ها كولامنر سيليتد ويز جوبلت سيل؟ فاكر الجوبلت سيل ديت؟ ايوه اهي الجوبلت سيل ديت تعتبر يوني سيلولار جلاند، يعني غده تتكون من خلية واحدة فقط. طيب انا ليه قلت على الجوبلت سيل ان هي بتبقى مفرزة، او ليه قلت عليها ان هي غدة؟ قالك لان ديت بتفرز ميوكس. بتفرز ايه ميوكس؟ ايه هو الميوكس؟ اللي هو المخاط، بيبقى فيها ميوكس بتفرز مخاط، واي حاجة بتفرز هعتبرها جلاند. فاذا قلت على جوبلت سيل ان هي يوني سيلولار جلاند، يعني ايه؟ يعني عبارة عن جلاند او غدة تتكون من خلية واحدة فقط. طيب عندي تاني نوع اللي هو المالتي سيلولار جلاندز، يعني غدة تتكون من عدة خلايا. يبقى المالتي سيلولار جلاندس هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن غدة تتكون من عدة خلايا. اهو it's composed of more than cell، يعني تتكون من عدة ايه؟ من عدة خلايا. طيب ايه المثال على الغدة اللي تتكون من عدة خلايا؟ السليفري جلاند او الغدة اللعابية. يبقى السليفري جلاند او الغده اللعابيه تتكون من ايه؟ من عده خلايا، انما اليوني سيلولار جلاند هي الجوبلت سيل. تمام تمام طيب قال لك تاني كلاسيفيكيشن للغدد according to branching of duct. نعم branching of duct، مش احنا قلنا ان الاكزوكراين جلاند بتتكون من secretory بورشن وداكت بورشن. ايوه انت فعلا قلت كده. قال لك بقى ما احنا هنقسمها على حسب البرانشنج اوف داكت. يعني ايه برانشنج اوف داكت؟ تعال قال لك والله احنا هنقسمها الى النوع السيمبل، والنوع السيمبل ده بتكون الجلاند فيه او الداكت، الداكت اللي هو القناه بتاعت الجلاند نون برانشنج، يعني مش متفرعه. اهو مش متفرعه. يبقى السيمبل، السيمبل بتكون ايه؟ بيكون الضغط فيها ايه؟ مش متفرعه. السيمبل بيكون الضغط فيها مش متفرعه. طيب الكومباوند ذا جلاند هاز برانشنج ضغط، يعني القناه بتكون متفرعه. يبقى السيمبل، السيمبل بتكون ايه؟ السيمبل داكت بتكون ايه؟ نون برانشنج، يعني مش متفرعه. انما الكومباوند بتكون برانشنج داكت، يعني ايه؟ يعني متفرعه. طيب تعالى كده اما اوريك شكل. ادي شكل سيمبل داكت، تمام اهو اللي انا بشاور عليه ده السيمبل داكت. تعالى كده اما نشوف الكومباوند اهو، ده الكومباوند اهو، اهو شايف التفرعات دي كلها تفرعات اهي، بقول عليها ايه؟ بقول عليها كومباوند. انما ديت ايه؟ اهو ديت سيمبل اهي، تمام. يعني الضغط ايه؟ اللي هو الجزء الناقل، السيمبل الجزء الناقل مش متفرع، انما الكومباوند الجزء الناقل بيكون ايه؟ بيكون متفرع. طيب قال لك تاني تقسيمه هقسمها على حسب according to the shape of secretory part، يعني شكل الجزء المفرز. انت كنت بتقول لي على حسب الجزء الناقل متفرع ولا مش متفرع، طيب دلوقتي بتقول لي according to the shape of secretory part، يعني الجزء المفرز شكله هيكون عامل ازاي. فقال لك والله احنا عندنا تلات اشكال للجزء المفرز. ايه هما التلات اشكال يا عم الحاج؟ قال لك اول شكل اسمه تيوبلر. يعني ايه تيوبلر؟ يعني انبوبي. يعني ايه تيوبلر؟ يعني انبوبي. طيب بنقول ان السكريتوري يونت فورمت اوف اتيوب، يعني بتتكون من ايه؟ من تيوب او من انبوبة. اهو اهو ادي التيوبلر شيب of the secretory part، عامل زي الانبوبه بالظبط. طيب يبقى اول مثال هو التيوبلر،
الجزء المفرز بيكون تيوبولر او عامل زي القناة. طيب قال لك الجزء الثاني او الشكل الثاني للجزء المفرز بيكون الفولار، يعني عامل زي الكورة، عامل زي الايه، زي الكورة اهو، ادي الشكل الالفولار اهو، عامل مدور عامل زي الكورة. فبنقول ان الالفولار او الاسينر سكريتوري يونت از راوندد، الجزء المفرز بتاعه بيكون ايه، بيكون راوندد او مدور. طيب النوع الثالث اسمه تيوبلو الفولار جلاند، وده بيكون السكريتوري يونت او الجزء المفرز فلاسك شيب. يعني ايه فلاسك شيب؟ في اداه في الكيمياء، في الكيمياء اسمها فلاسك او فلاسكه، بتكون بالشكل ده كده تمام. فالشكل ده بالظبط هو عامل زي الشكل بتاع التيوبلو الفولار. يبقى انا عندي الكلاسيفيكيشن اوف ذا ايه، اوف ذا داكت. يبقى احنا صنفنا الضغط او الجزء الناقل الى ايه، الى سيمبل اي نون برانشنج داكت، يعني الجزء الناقل غير متفرع. طيب وقسمناه الى كومباوند، يعني الجزء الناقل متفرع. طيب يبقى سيمبل الجزء الناقل غير متفرع، والكومباوند الجزء الناقل متفرع تمام. طيب بعد كده قسمناه تقسيمه تانية according to the shape of secretory part، يعني على حسب شكل الجزء المفرز. فقلنا والله احنا عندنا اول نوع اسمه tubular. يعني ايه tubular؟ يعني عامل زي الانابيب، فبنقول عليه انبوبي. طيب التاني نوع اسمه الالفولار او الاسينر. طيب الالفولار او الاسينر ده بيكون كروي، عامل زي الكورة اهو، الجزء المفرز بيكون عامل زي الكورة. طيب تالت نوع اسمه تيوبلو الفولار اللي هو السكريتوري يونت از فلاسك شيب، عامل زي الفلاسكة اللي هي الأداة ديت اسمها فلاسك تمام. يبقى ده التقسيم. طيب انا عندي كنا بنقول ان الاكزوكراين جلاند بتتكون من سكريتوري بارت وداكت. طيب احنا قسمنا الداكت لبرانشنج ونون برانشنج، وقسمنا الشكل بتاع السكريتوري بارت الى تيوبلر انبوبي الفولار كروي تيوبلو الفولار عامل زي الفلاسكا. طيب طب ما انا عندي بقى، انا عايز اركب الضغط ده على الايه، على السكريتوري بارت ده، لان اصلا الاكزوكراين جلاند بتتكون من سكريتوري بارت وضغط بارت، انا عايز بقى اركب الاتنين دولت على بعض. فقال لك والله هنبدا ان احنا نقول في حاجه اسمها سيمبل تيوبلر، سيمبل الفولار، سيمبل تيوبلو الفولار. طيب وهنبدا نقول في نوع اسمه كومباوند تيوبلر، كومباوند الفولار، كومباوند تيوبلو الفولار. نعم انا مش فاهم اي حاجه، تعالى بقى اما افهمك واحده واحده. طيب انا عندي النوع اللي هو تيوبلر، عندي النوع اللي هو تيوبلر. طيب النوع اللي هو التيوبلر هنقسمه ازاي؟ النوع اللي هو التيوبلر، انا عندي التيوبلر ده عندي بنقول ان احنا هنقسمها على حسب ايه، على حسب ان احنا عندنا سكريتوري بارت وعندنا نوع اسمه الدكت بارت. طيب بنقول ان الدكت بنقسمه الدكت السيمبل وايه وكومباوند. سيمبل يعني نون برانشنج، طيب كومباوند يعني برانشنج. طيب تيوبلر يعني ايه؟ يعني انبوبي. تيوبلر يعني الجزء المفرز اللي هو السكريتوري بورشن بيكون انبوبي. طيب فبنقول اول نوع عندي في التيوبلر اسمه سيمبل تيوبلر جلاند اهو. سيمبل يعني ايه سيمبل؟ يعني نون برانشنج داكت، يعني القناه غير ايه، القناه غير متفرعه. طيب تيوبيلر يعني ايه تيوبيلر؟ يعني السكريتوري بارت الجزء المفرز بيكون تبيول. يعني ايه تبيول؟ يعني انبوبه، يعني بيكون ايه، بيكون انبوبه. طيب يبقى اول نوع اسمه سيمبل تيوبيلر، سيمبل تيوبيلر جلاند. سيمبل يعني نون برانشنج داكت، تيوبيلر يعني السكريتوري بارت بيكون تبيول. تعالى كده اما نشوفها في الشكل اهو، ادي شكل السيمبل تيوبر اهو، ادي الجزء المفرز اهو عامل زي القناة، وادي
يبقى الجزء المفرز هو عامل زي الانابيب عفوا، وادي القناة غير متفرع اسمه سيمبل تيوبولار جلاند. طيب قال لك تاني نوع، ده اول نوع. في تاني نوع اسمه سيمبل، سيمبل عرفنا سيمبل يعني نون برانشنج دوكت. طيب انما ايه سيمبل برانشد تيوبولار جلاندس؟ سيمبل برانشد يعني ايه سيمبل برانشد؟ يعني الجزء المفرز متفرع. نعم انت بتقول سيمبل يعني سيمبل لوحدها يعني نون برانشنج دوكت، يعني الجزء الايه سيمبل لوحدها يعني نون برانشنج دوكت، يعني الجزء الناقل بيكون مش متفرع. انما سيمبل برانشت لو قال لك سيمبل برانشت يبقى الجزء المفرز متفرع. طب تعالى كده اما نشوف، ادي الجزء المفرز اهو ادي الجزء المفرز متفرع ولا مش متفرع؟ متفرع. يبقى سيمبل برانش تيوبولار جلاندس، انا عندي ان السيمبل يعني نون برانشنج دوكت، الجزء الناقل مش متفرع. طيب برانش تيوبولار جلاندس يعني السكريتوري تيوب او الانبوبه بتكون ايه؟ بتكون متفرعه. اهو ادي الشكل بتاعها اهو، ادي الضغط اهيت، وادي الايه السيمبل برانشت اهو. يبقى السيمبل برانش تيوبولار جلاندس، سيمبل برانش تيوبولار جلاندس يعني القناة او الجزء الناقل بيكون غير متفرع. طيب ولكن الجزء المفرز بيكون متفرع. طيب الكومباوند تيوبولار جلاند، كومباوند تيوبولار جلاند، كومباوند يعني ذا داكت از برانشت، الجزء الناقل اهو متفرع. الجزء الناقل ماله؟ متفرع. بينما اهو سيمبل تيوبولار جلاند، بينما السكريتوري بارت بيكون ايه؟ بيكون تيوب او انبوبي. تمام. يبقى سيمبل تيوبولار جلاندس يعني الجزء الايه، تبدا تقول كده سيمبل تيوبولار جلاندس، سيمبل يعني الجزء الناقل غير متفرع، طيب تيوبولار يعني الجزء المفرز انبوبي، طيب سيمبل برانشد يعني الجزء الناقل غير متفرع بينما الجزء المفرز متفرع. تمام. سيمبل برانشد تيوبولار. طيب الكومباوند تيوبولار يعني الضغط اللي هي القناه متفرعه، كومباوند يعني الجزء الناقل متفرع. طيب and the secretory part is tube، والجزء الناقل انبوبي. طيب اهم نقطه بقى، هو عموما ما بسالكش على النم برانشنج والبرانشنج والكلام ده، اهم نقطه يجي يقول لك في الامتحان which of them is a simple tubular gland. طيب السيمبل تيوبولار جلاند ديت موجوده فين؟ موجوده في اللارج انتستاين. السيمبل تيوبولار جلاند موجوده فين؟ في اللارج انتستاين. في الايه؟ في اللارج انتستاين. وركز لي على الحته دي عشان بيجيبها كتير في الامتحان، يقول لك which of them is a simple tubular glands، يقول لك glands of large intestine، glands of stomach، glands of liver، ولا glands of kidney. تقول له the simple tubular glands هي الايه؟ glands of ايه؟ of large intestine. يبقى اللارج انتستاين بتحتوي على simple tubular glands. طيب السيمبل برانش تيوبولار جلاندس موجود فيها، موجوده في الجلاندس اوف ستومك او في الفندق، الفندق جلاند. تمام. الفندق جلاند اللي هي الجلاندس اوف ستومك بتحتوي على سيمبل برانش تيوبولار جلاندس، يبقى السيمبل تيوبولار جلاند موجوده في اللارج انتستاين، انما السيمبل برانش تيوبولار جلاندس موجوده في الايه؟ موجوده في الاستومك. طيب الكومباوند تيوبولار جلاندس موجوده فين؟ قال لك موجوده في الليفر والكيدني. يبقى انا عندي انواع التيوبولار، التيوبولار كالتالي، اول حاجه السيمبل تيوبولار موجود فين؟ موجود في اللارج انتستاين. طيب السيمبل برانش تيوبولار جلاندس موجوده فين؟ موجوده في الاستومك او المعده. طيب انما الكومباوند تيوبولار جلاند موجوده في الليفر، الكبد والكليه. تمام. يبقى ده بالنسبه للتيوبولار. تمام. اهو ادي السيمبل تيوبولار اهو، وادي السيمبل برانش تيوبولار، ان الجزء المفرز هو اللي بيكون متفرع والجزء الناقل غير متفرع، وادي الكومباوند تيوبولار اهو زي ما انت شايف، الجزء الايه الكومباوند تيوبولار اللي هو الجزء الناقل بيكون ايه؟ بيكون متفرع. طيب تاني نوع اسمه الالفلر او الكروي، يعني الجزء المفرز بيكون ايه؟ بيكون كروي. طيب
اول نوع عندي في الالفلر اللي هو السيمبل الفلر جلاند. سيمبل يعني نون برانشنج دوكت، يعني الجزء الناقل غير متفرع. طيب الفلر يعني كروي، يبقى الفلر يعني كروي، فبقول ان سيمبل الفلر جلاند اللي هو نون برانشنج دوكت يعني الجزء الناقل غير متفرع، والسكريتوري بارت از الفلر، والجزء المفرز بيكون كروي. تمام. طيب السيمبل برانش اهو، تعالى كده اما نشوف، ادي الجزء الايه المفرز اهو في السيمبل الفلر، الجزء الايه الجزء المفرز الجزء الناقل بيكون نون برانشنج، والجزء المفرز بيكون عامل زي الكورة اهو. تمام. طيب تاني نوع اسمه سيمبل برانشد الفلر جلانس. يعني ايه سيمبل برانشد؟ سيمبل برانشد يعني نون برانشنج دوكت، يعني الدكت او الجزء الناقل غير متفرع اهو، هذا الجزء الناقل اهو غير متفرع. برانشد سيمبل برانشد الفلر جلاند يعني الجزء الكروي او الجزء المفرز بيكون كروي متفرع اهو، ادي الجزء المفرز اهو كروي متفرع اهو. يبقى السيمبل برانشد الفلر جلاندس بيكون الجزء الناقل غير متفرع، ولكن الجزء الايه المفرز بيكون كروي متفرع. طيب تالت نوع اسمه كومباوند الفلر جلاندس اهو. كومباوند يعني ايه كومباوند؟ يعني الضغط بيكون ايه، الضغط بيكون برانشد او متفرع، الجزء الناقل بيكون ايه، بيكون متفرع اهو. تمام يبقى كومباوند ذا ضغط از برانشد، الجزء الناقل بيكون متفرع. طيب and the secretory part is alveolar، والجزء المفرز بيكون ايه، بيكون كروي. تمام. طيب يجي يقول لك اديني مثال على السيمبل الفلر جلاند، فتقول له والله عندي مثال على السيمبل الفلر جلاند، السبيشوس جلاند اللي هي الغدد الدهنيه. يبقى الغدد الدهنيه سيمبل الفلر جلاند، ذا جلاندز اوف سكين اوف امفيبيانز، الامفيبيانز اللي هي البرمائيات، الجلد بتاعها بيبقى عليه غدد اللي هي السيمبل الفلر جلاند. يبقى السبيشوس جلاند عباره عن سيمبل الفلر جلاند، السبيشوس جلاند اللي هي الغدد الدهنيه. طيب تاني نوع اللي هو السيمبل برانشد الفلر جلاند، المثال عليها اللي هو السبيشوس جلاند برضو او الغدد الدهنيه. طيب تالت نوع اللي هو الكومباوند الفلر جلاند، عندي مثال على اللي هو الماماري جلاند او الغدد اللبنيه اللي هي الغدد المفرزه للايه، اللبن. تمام. يبقى الالفلر جلاند عندي السيمبل الفلر جلاند موجود فين؟ موجود في السبيشوس جلاند او الغدد الدهنيه. طب السيمبل برانشد الفلر جلاند موجود في السبيشوس جلاند او الغدد الدهنيه. طيب الكومباوند الفلر جلاند موجود فين؟ موجود في الماماري جلاند او الغدد الايه، او الايه الغدد اللبنيه. انما السبيشوس جلاند في منها سيمبل الفلر جلاند وفي منها سيمبل برانشد الفلر ايه الفلر جلاند. تمام يبقى اي حاجه فيها دهون عموما سبيشوس او ماماري، حتى الماماري كده تقول ان الماماري ده بانتاج اللبن، واللبن بيبقى فيه دهون، فعموما اي حاجه بتكون الفلر اللي هي كرويه الشكل، يبقى اي حاجه الفلر كرويه الشكل بيكون الايه، بيكون الجزء المفرز بتاعها بيكون الفلر او ايه او كروي. طيب تالت نوع عندنا اللي هو تيوبلو الفلر. يعني ايه تيوبلو الفلر؟ يعني مزيج ما بين التيوب والالفلر، الجزء المفرز بيكون تيوبلو الفلر، يا الفلر يعني مزيج ما بين التيوب والالفلر. طيب فبنقول اول نوع عندي اللي هو سيمبل تيوبلو الفلر جلاند، سيمبل تيوبلو الفلر جلاند. طيب يعني ايه سيمبل تيوبلو الفلر جلاند؟ سيمبل يعني نون برانشنج دكت، يعني الجزء الناقل غير ايه، غير متفرع. طيب تيوبلو الفلر ذا سكريتوري بارت از تيوبلو الفلر، تعالى كده اما نشوفها، ادي الجزء الايه، ادي الجزء الناقل اهو نون برانشنج. طيب تعالى اما نشوف بقى السكريتوري بارت، الجزء المفرز اهو، تعالى كده اشوف الجزء المفرز، ادي جزء اهو عامل زي تيوب انبوبه وجزء عامل زي الكوره، فبنقول ان هو شكل الفلاسكا جاي من فوق ضيق ونازل من تحت بايه، بواسع كده. تمام. يبقى اول حاجه السيمبل تيوبلو الفلر نون برانشنج دكت، يعني الجزء المفرز غير الجزء الناقل عفوا غير متفرع، بينما الجزء المفرز على شكل تيوبلو الفلر على شكل فلاسكا. طيب تاني نوع اللي هو السيمبل برانش تيوبلو الفلر، سيمبل يعني نون برانشنج دكت. طيب
تيوبلو الفولار، يعني الايه السكريتوري بارت بيكون تيوبلو الفولار وبرانشيت. تمام، اهو ادي الجزء الناقل، تمام، وادي الجزء المفرز اهو تيوبلو الفولار، والجزء المفرز طبعا بيكون ايه، بيكون برانشيت زي ما انت شايفه. تمام. طيب تالت نوع اللي هو الكومباوند تيوبلو الفولار. الكومباوند تيوبلو الفولار ده ذا داكت از برانشيت اهو، زي ما انت شايف الداكت اهو عامل زي الشجره اهو، برانشيت اهو الداكت ماله برانشيت اهو. طيب والسكريتوري بارت بيكون تيوبلو الفولار اهو، ادي السكريتوري بارت بيكون تيوبلو الفولار عامل شبه الايه، شبه الفلاسكا بالظبط. يبقى السيمبل الكومباوند تيوبلو الفولار عامل شكل الفلاسكا بالظبط. طيب تعالى اما نشوف المثال على كل واحده منهم. عند التيوبلو الفولار مثال، مثال عليها في السيمبل تيوبلو الفولار ده بيكون رير، يعني نادر مش بلاقيه قد كده. طيب تاني نوع اللي هو السيمبل برانش تيوبلو الفولار موجود في المينور ساليفري جلاندز. المينور ساليفري ايه؟ المينور ساليفري جلاندز. يبقى المينور ساليفري جلاندز موجود فيها سيمبل برانش تيوبلو الفولار. طيب الكومباوند تيوبلو الفولار جلاند موجود فيها الميجور ساليفري جلاند اللي هي السبمانديبولار جلاند والسبماكسيلاري والباروتيد اللي هي الغده النكافيه. يبقى انا عندي الميجور ساليفري جلاند، عندي باروتيد ساليفري جلاند، عندي النوع اللي هو سب ماكسيلاري يعني تحت الفك، وعندي سب من ديبولر. تمام، يبقى ده التلات انواع بتوع الميجور. طيب يبقى تركز اهم حاجه في الحاجات ديت على الشكل بتاعها، نقول سيمبل تيوبلو الفولار وموجوده فين. تمام، انما جزء برانشنج ونون برانشنج ما مش بتيجي كتير قد كده في الامتحان. تمام، يبقى اهم حاجه تركز على الاماكن بتاعتها. طيب الكومباوند تيوبلو الفولار الميجور موجود في الميجور ساليفري جلاندز اللي هي البارتويد والسب ماكسيلاري والسب مانديبل، وموجود برضو في البنكرياس. تمام. طيب تعالى بقى اما نغير الخطة ونشوف حاجة جديدة نصنف على اساسها الايه الغدد. قال لك والله احنا هنيجي نصنف الغدد على اساس النيتشر اوف سكريشن، يعني على اساس الطبيعة بتاعت الايه السكريشن. طيب اقول لك اول نوع اسمه ميوكاس جلانس. ميوكاس جلانس يعني هتفرز مخاط او مخاط اهو، ادي مخاط اهوت. تمام، فالمخاط ده موجود في الايه، موجود في البلاتاين جلاند اللي هي بتبقى موجوده في الفم والجلاندز اوف تانج. تمام، طيب قال لك الميوكاس ده بيبقى عامل ازاي. قال لك هو عباره عن ثيك فيسكاس سكريشن. يبقى المخاط عباره عن ثيك فيسكاس سكريشن، يعني مخاط لزج وسميك. يبقى المخاط عباره عن مخاط لزج وسميك اسمه ميوكاس. طيب السيل اللي بتفرز المخاط ده بتبقى بتكون كيوبويدال، بتبقى مليئه بحاجه اسمها الايه الميوسينوجين، والميوسينوجين ده اللي بعدين هيديني الميوكاس. يبقى الميوكاس ده بيكون سيك فيسكاس سكريشن، يعني مخاط لزج وسميك. طيب بنقول ان السيل ابير فومي فاكيوليتد باي اتش اند اي. تمام، مش مهمة الحاجات ديت النيوكلاي فلاتند ارست اون بيزمنت امبرين، مش مهمة الحاجات ديت، ولكن اللي يهمني ان الميوكاس جلاند هي البلاتاين جلاند والجلاندز اوف تانج. طيب شكل المخاط ده بيقول لك عامل ازاي، بيكون سك يعني سميك، وفيسكاس سكريشن يعني مخاط سميك ولزج. تمام، ده الميوكاس جلاندز. طيب تاني حاجة السيرس جلاند. السيرس جلاند موجود في الايه، في الباروتيد جلانس اللي هي الغدة النكافية والبنكرياس. تمام، فبنقول على السيرس جلاند اللي هو ووتري سكريشن، عبارة عن ايه، عبارة عن ووتري سكريشن او حاجة كده او افراز عامل زي المية. طيب الخلايا اللي بتفرزها بتكون بيراميديال ان شيب، يعني خلايا عاملة زي الاهرام. النوكلاي بيكون سفيريكال وسنترال. تمام، يبقى اللي يهمني الايه السيرس جلاند بتكون موجوده في الباروتيد جلاند والايه والبنكرياس. طيب قال لك السيرس جلاند ده السيتوبلازم بتاعها بيكون هاستوزون، يعني على اعتبار مثلا ان انا عندي الخليه دي. تمام،
هلاقي ان السيتوبلازم بتاع الميوكس بتاع السيروس جلاند ليه جزئين. اول جزء اسمه بيزل زون، اول جزء اسمه ايه، بيزل زون او الجزء القاعدي، وده بيكون بيزوفيليك. الجزء اللي تحت ده بيكون بيزوفيليك. يعني ايه بيزوفيليك؟ يعني لونه ازرق، وده بسبب وجود الرف اي ار. طيب قال لك والله وعندي الابيكال زون، وده بيكون ايزينوفيليك. يعني ايه؟ يعني اسيدوفيليك، يعني لونه احمر. تمام، وده بسبب وجود الزايموجين جرانيول. تمام، يبقى انا عندي الجزء بتاع السيتوبلازم بتاع السيرس جلاندس، الغدد اللي بتفرز السيرس، عندي بيكون عنده تو زون. اول حاجه بيزل زون، جزء قاعدي، وده بيكون بيزوفيليك. طيب ابيكال زون اللي هو الجزء الايه، العلوي او القمي، وده بيكون ايزينوفيليك. تمام. طيب تالت نوع هو سيرو ميوكس، اللي هو ميكسد، ميكسد كده، ولا انت عارف، ولا انت عارف تقول ان ده ميوكس ولا ده سيرو موكويد. فبنقول ان السيرو ميوكس يعني ميكسد جلاندز، بتفرز سيرس وبتفرز ميوكس. طيب زي ايه؟ زي الصب مانديبولار والصب لينجوينال سليفري جلاند. يبقى الباروتيد سليفري جلاند، يبقى انا عندي قلنا الثلاث غدد اللي هو الميجور سليفري جلاندز، الباروتيد سليفري جلاندز والصب مانديبولار سليفري جلاندز والصب لينجوينال سليفري جلاندز. الباروتيد سليفري جلاندز بتفرز ايه؟ بتفرز سيرس سكريشن بس. تمام، انما السر انما الصب مانديبولار والصب لينجوينال بتفرز ايه؟ بتفرز سيرو ميوكس، يعني بتفرز سيرس وميوكس. طيب اهو بنقول السيرس ميوكس ميكسد سكريشن، بيتكون من سكريتوري ميوكس سكريتوري يونت، يعني جزء بيفرز جزء الجزء عفوا جزء بيفرز ميوكس، وده بيكون كريسنت شيبد، يعني عامل شبه الهلال كده. طيب وجزء بيفرز سيرس، وده عبارة عن كلاستر اوف سيل زي ما انت شايف، لوكيتد ات ذا بريفرال اوف ميوكس يونت. انا عندي ده تركيب السيروموكويد جلاند، ده عبارة عن الجزء اللي بيفرز ميوكس، وده عبارة عن الجزء اللي بيفرز ايه، وده عبارة عن الجزء اللي بيفرز سيرس اهو. يبقى تعالى ما نعملها لك بألوان تانية، ده الجزء اللي بيفرز ايه، ميوكس، والجزء اللي هيفرز اهو نعمله لك باللون الاخضر، ده الجزء اللي هيفرز سيرس. فبنقول ان الجزء اللي هيفرز سيرس بيبقى اعلى الجزء اللي هيفرز ايه، اللي هيفرز ميوكس. تمام. فبنقول ان السيرس سكريشن ريتش تو ذا لومن، يعني بيوصل بقى للومن هنا كده ازاي؟ قال لك بواسطه حاجه اسمها انتراسيلولار كانال كلانيكولاي، يعني عباره عن انا انيببات صغيره كده بتعدي من هنا توصل لي السكريشن اللي هنا. تمام، لوكيتد بتوين ذا ميوكس. تمام، ده كان بالنسبه للسيروموكويد جلاند. طيب اهم نوع ده بيجي كتير في الريتن وبيجي كتير في الام سي كيو، اللي هو المود اوف سكريشن او الميكانيزم اوف سكريشن، كيف تفرز الغده، الغده هتفرز ازاي. فده مهم جدا سواء في الام سي كيو او في الريتن. طيب اللي هو المود اوف سكريشن، طيب قال لك انا عندي ثلاثة مود اوف سكريشن او ثلاثة ميكانيزم. اول مود اسمه ميروكراين سكريشن، نعم اسمه ميروكراين سكريشن، وده سكريشن وزاوت لوس، يعني انا بفرز الحاجة بدون ما افقد اي جزء من اجزاء الخلية. يبقى الميروكراين سكريشن هو عبارة عن افراز بدون فقد اي جزء من اجزاء الخلية. طيب زي ايه اللي بتعمل ميروكراين سكريشن؟ زي السليفري جلانس اللي هي الغدد اللعابيه. فبنقول ذا سيل اوف ويتش ريمين انتاكت اند نوت ديسترويد، يعني بتظل كما هي ولا يتم تدميرها. ميروكراين سكريشن هو سكريشن وزاوت لوس، الخليه بتبقى محتفظه بكامل محتوياتها، لا تفقد اي جزء من اجزائها في الميروكراين سكريشن. يبقى الميروكراين سكريشن هو ده
اللي بنقول عليه زيرو كيلد، مفيش حاجه في الخليه حصل لها اي حاجه، ده اسمه ايه؟ اسمه ميروكراين سكريشن. طيب ايه الخلايا اللي بتعمل ميروكراين سكريشن؟ ركز، السليفري جلاند. يبقى الغدد اللعابيه بتفرز ميرو، بتفرز بالمود، المود بتاعها بيكون ميروكراين سكريشن. طيب بيقول لك ذا سكريتوري جرانيولز تشارجد باي اكسوسايتوزس، يعني السكريتوري جرانيولز او الحبيبات ديت بتخرج بره بواسطه عمليه الايه؟ الاكسوسايتوز، وده انا شرحتها في اول شابتر بالتفصيل. يبقى ايه المود اوف سكريشن اللي نحن بنستخدم فيه خاصيه الاكسوسايتوزس اللي هو الميروكراين سكريشن؟ ايه المود اوف سكريشن اللي بيحصل وزاوت لوس اوف اني بارت اوف ذا سيل، اللي بيحصل بدون فقد اي جزء من اجزاء الخليه؟ ده اللي هو الايه؟ ده اللي هو الميروكراين سكريشن. طيب تاني نوع اللي هو الايبوكراين سكريشن. ايبوكراين سكريشن من اسمها، ايبو جايه من كلمه ابيكال، فبيقول لك ان الايبوكراين سكريشن هو سكريشن ويز ابيكال لوس، يعني انا بفقد الجزء العلوي من الخليه. يبقى الايبوكراين سكريشن انا بفقد الايه؟ بفقد الجزء العلوي من الخليه، سكريشن ويز ابيكال لوس، انا بفقد الجزء العلوي من الخليه. زي ايه؟ زي السويت جلاند اللي هي الغدد العرقيه، والمامري جلاند اللي هي الغدد اللبنيه او الغدد الثدييه. تمام تمام يبقى الايبوكراين سكريشن هو سكريشن ويز ابيكال لوس، انا بفقد الجزء العلوي من الخليه. طيب اهو ذا ابيكال بارت از ديسترويد، الجزء العلوي بيتم تدميره during secretory process. طيب الهولوكراين، هولو يعني هولو يعني كله، فالهولو كراين جلاند سكريشن ويز هول لوس، يعني الخليه كلها بتتدمر. يبقى الهولو كراين جلاندس اللي هي السكريشن ويز هول لوس، الخلايا كلها بتتدمر. زي ايه؟ زي السبيشوس جلاندس، الغدد الدهنيه. يبقى السبيشوس جلاندس او الغدد الدهنيه ديت الخليه بتاعتها كلها عشان نفرز دهون الخليه بتاعتها كلها تتدمر. فبنقول ذا هول سكريتوري سيل ار ديسشارجد ذن ديسترويد، يعني الخليه بتطلع اللي فيها وبعد كده بتتدمر. تمام تمام طيب تعالى اما نشوف المود اوف سكريشن. اول مود اللي هو الميروكراين، قلنا الميروكراين ده وزاوت لوس، فبنخرج الحاجه باي اكزوسايتوز اهو، يبقى انا كده خرجت الحاجه باي اكزوسايتوز وزاوت لوس. طيب الايبوكراين انا بعمل ايه اللي بفقد؟ بفقد الابيكال بارت او الجزء العلوي. طيب الهولوكراين سكريشن، الهولوكراين سكريشن انا الخليه كلها بتتدمر. طيب اللي يهمني الامثله اللي عليه، يقول لك ذا مود اوف سكريشن اوف ذا سيليفري جلاند سميروكراين ايبوكراين هولوكراين. تمام فتقول له المود اوف سكريشن اوف ذا سيليفري جلاند هو الايه؟ هو الميروكراين. طيب يجي يقول لك the apocrine which of them is considered an apocrine secretion، ممكن حاطط لك السبيشوس جلاند ولا السليفري جلاند ولا السويت جلاند ولا اي اند بي، فانت هتقول له والله الابوكراين سكريشن زي السويت جلاند. فاللي يهمك في الجلاندس الامثله، اللي يهمك في الجلاندس الامثله. طيب السؤال ممكن يجي لك ريتن هنا يقول لك discuss the mode of secretion of the cell او classify the glands according to the mode of secretion، وده سؤال مشهور جدا. تمام فركز على الجزئيه دي. تمام طيب كده نبقى خلصنا الجلاندلر ايبيثيليوم، هندخل في تالت نوع اللي اسمه المايو ايبيثيليوم. مايو جايه من كلمه مايولوجي، يعني ايه مايولوجي؟ يعني عضلات. فبنقول ان المايو ايبيثيليوم هو الايبيثيليوم الذي له القدره على الانقباض. طيب ايه الديفينيشن؟ بنقول اتس سبيشال تايب اوف ايبيثيليوم، يعني نوع خاص من الايبيثيليوم، which modifies to contract، يعني بيتم تعديله او بيتحور لكي يصبح له القدره على الانقباض. يبقى المايو ايبيثيليوم modifies to contract، يعني يصبح له القدرة، بيتم بيتحور لكي يصبح له القدرة على الانقباض. فبنقول ان المايو بيسيليال سيل ديت فلاتيند سيل ويز لونج سيتوبلازمك بروسيس، اهو ادي اهو ادي المايو بيسيليال سيل اهيت ويز لونج سيتوبلازمك بروسيس، يعني خارج منها زوائد اهو زي ما انت شايف اهو اهي زوائد، كل ديت زوائد اهي، فده اسمها بروسيس. طيب اين تقع
اين يقع المايو ابيثيليال سيل. فبقول المايو ابيثيليال سيل لايز بتوين سكريتوري سيل، بيقع ما بين الاهي، ادي السكريتوري سيل اللي هي باللون الايه اللي انا ماشي عليها بالاخضر ده، بيقول ان المايو ابيثيليال سيل بتقع ما بين السكريتوري سيل اللي هي الغدد المفرزه والبيزمنت ممبرين. اهو ادي البيزمنت ممبرين اللي باللون البنفسجي، وادي الخلايا المفرزه، بينهم ايه؟ بينهم المايو ابيثيليال سيل. طيب بنقول ذا بروسيس فورم ا باسكت لايك نتورك. لو انت ملاحظ كده البروسيس او الزوائد ديت اللي طالعه لفوق دي بتبقى عامله باسكت لايك نتورك، عارف شبكه الباسكت، شبكه كره السله، تلاقي ان الايه الزوائد ديت عامله زي شبكه كره السله بالظبط. تمام. طيب ذا سيتوبلازم بتاع الخلايا ديت ريتش ان كونتراكتايل فيلامنت، بيحتوي على الايه، على الخيوط الايه التي لها القدره على الانقباض اللي هي الاكتين والميوسين. يبقى المايوبيسيليم بيحتوي على الاكتين والميوسين. طيب ذا كونتراكشن اوف ذيس سيل فورسز ذا سكريتوري برودكت انتو ذا داكت سيستم، يعني ايه؟ يعني ان لما المايو ابيثيليال سيل ديت بتنقبض دي كانها بتعمل سكويزنج للسكريتوري. يعني انا مثلا عندي السكريتوري بارت اوف ذا ايه اوف ذا جلاند، انا عندي المايو ابيثيليال سيل لما بتيجي تنقبض بتعصر، كانها بتعصر السكريتوري بورشن اوف ذا ايه اوف ذا جلاند، بتعصره كده علشان تنزل اللي فيه. تمام. طيب رابع نوع واخر نوع من الابيثيليوم اللي هو النيورو ابيثيليوم. والنيورو ابيثيليوم ده هو عباره عن سبيشال تايب اوف ابيثيليوم، اي نوع خاص من الابيثيليوم، وده بيعمل كريسبتور، يعني بيعمل كمستقبل، مستقبل لايه؟ اند ريسبتور اند ريسيف ستيمولس فور سنسيشن، يعني بيعمل كمستقبل لكي يستقبل المؤثرات الحسيه. تمام. طيب مثال على النيورو ابيثيليوم عندك التست باد اللي هي حالات التذوق. تمام. ودات بتبقى موجوده فين؟ في الفم. طيب والاولفاكتور ايبيثيليوم، وده ان شاء الله هتدرسه في الترم الثاني بالتفصيل في جزء الريسبيراتوري، وهندرسه طبعا بالتفصيل. اتمنى المحاضره دي تكون سهله وبسيطه، المحاضره دي من المحاضرات المهمه، اتمنى تكونوا استفدتم من المحاضره، ويعني تكون محاضره سهله وبسيطه وما يكونش فيها اي مشكله ان شاء الله. ولو في اي مشكله ان شاء الله احنا موجودين على الجروب، او انا موجود على الجروب، في اي وقت تواصلوا معايا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.